بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا وسهلا، اليوم من مثلث رجال المع في الدرب، وبنفطر في المكان الزين ذا. ودي اتكلم عن اليوم عن موضوع وحساس، وارجو ان يفهم زي ما ابغى، ما هو زي ما يبغى الاعداء. الحين الجمعيات الخيرية وجمعية تحفيظ القرآن وكل الأعمال الخيرية التي تعتمد في دخلها على الدولة وعلى الطلب من الناس قد تتوقف في الفترات القادمة، إذا كان وزارات الدولة الآن تخطط لإيجاد دخل لها عن طريق تأجير مواقع حساسة الوزارات أو عن طريق أعمال أو عن طريق تخصيص. وبذلك يجب علينا وجوباً أن نبتعد عن أسلوب الشحث، عفواً في الكلمة، والطلب من الناس لنقيم إفطار صائم أو لنقيم دورة تحفيظ القرآن أو نعيل الإمام أو ما شابه ذلك. يجب أن يكون عندنا دخل ثابت ننفق عليه لهذه الأعمال. ولذلك أنا بطرح الآن مجموعة من الأعمال التي ستدر دخلا ثابتا على الجمعيات الخيرية وتحفيظ القرآن وكل الأعمال الخيرية بحيث تكون قوية. أولا، لإحتجاج على مديري الجمعيات وأشوف بيزعلون مني، لكن مدير جمعية أخذ 30,000 وهي عمل خيري وتأخذ فلوس من الناس. ودي كل من يعمل في الجمعية الخيرية لا يموت للصالة الدولة، ما يأخذ راتب الدولة ولا يأخذ راتب تقاعدي، ويكونوا محتسبين ويوظف فيها شباب من الملايين العاطلين. عندنا ملايين الشباب عاطلين وملايين بنات عاطلات، وبناء عليه يجب أن تكون هذه المؤسسات فاعلة وتوظف الشباب وتعين الشباب، وممنوع أن يعين واحد يستلم راتب من الدولة إلا يكون متعاون ومحتسب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في رواتب تجيهم من الدولة، في راتب المدير من الدولة وراتب المحاسب من الدولة وراتب ودورات لهم وأشياء كلها من الدولة، مبالغ كبيرة. كل سنة تنفق إحدى الوزارات اللي هي الشؤون الاجتماعية 3 مليار، يعني لو ضربناها في 50 سنة تشوفون كم مليار راح، ومع ذلك ما يزال الشحاث ما يزال الفقير فقير إلى هذا اليوم. لو توقف عنه الدعم رجع فقير. لذلك نقول لا نريد مؤسسات تزيد فقر وعالة الناس، نريد مؤسسات تحول الناس من لا يعلمون إلى أن يعملون ويعملون ويدخلون دخل ولا عاد يعتمدون عليه ويعيلون الآخرين. ولذلك أنا أقول مثلا لو فتحنا مثلا مباني، لو فتحنا مثلا شقق مفروشة، لو بنوا لهم استراحات يأخذون منح من الدولة أراضي مجانا، بيأخذون ترخيص من الدولة مجانا، محلات الغسيل الكلى، سيارات يأجرونها على الشباب، باصات يوصلون المدرسات، يعني تخيل باص للسجر، لو أخذوا باص إيجارهم أو بالتقسيط كل شهر 1,000 مثلا، وحطوا عليه شاب دخلوا في الشهر 10,000 مثلا، وصرفوا منها على حلقات تحفيظ القرآن، وصرفوا منه وتحولوا إلى الناس يدخلون مبالغ. لكن نريد أن تكون كل الأعمال مكشوفة، يعني ميزانية مكشوفة، دخل مليون وين راح المليون، ونصرف على من، وصلح بو إيه، واللي جاب الفكرة له كذا، والشركة فلان ساجرت، وفلان أخذ راتب كذا، وعلنا كم واحد كان عالة في المجتمع موظف ووظفناه، وكم واحد وجدنا له فرصة عمل، وكم واحد دربنا. نريد الأمور تكون مكشوفة على أساس نرتاح للعمل مع الجمعيات الخيرية والجمعيات. نظام جيد، البنك الاجتماعي يشترك فيه، الضمان الاجتماعي يشترك فيه، الزكاة والدخل زي ما الآن أنا سامعها 13.5 أو 12.5% من الزكاة حتتحول للجمعيات. لا نريد زيادة عالات على الدولة، نريد ناس يعملون، وترى سهلة، ما هي صعبة أن نتحول إلى شركات إنتاج، بس الفكر هذا يتغير من شحث أو طلب إلى عمل مؤسسات تدر دخل للدولة وتدر دخل لهؤلاء الذين يعملون فيها. أتمنى تغير الفكر، لأن في 2030 بل 2020 الفترة القادمة ما في مجال لأي واحد يطلب هذا، لابد يكون لك دخل ولابد يكون لك عمل. أتمنى تغير الأفكار، وأتمنى الوزارة تغير تفكيرها، وأتمنى من يعملوا في الجمعيات أن يفكروا بالذكاء في هذا الكلام اللي يقوله. لا مكان للطلبات المستقبل، حتى الزكاة أصبحت تأخذ بطريقة إلكترونية، أحيانا يأخذون منا ضريبة دخل ولا ضريبة كذا قد تحتسب من الزكاة لأنها تروح للزكاة، فذاك ما عاد في مجال نعطيهم، راحت كلها لمصالح الزكاة. قد تصل مصالح الزكاة في الفترة القادمة إلى 10% الضرائب، ولذلك ما عاد في مجال أحد يعطي الزكاة. ولذلك يجب أن تعمل بذكاء ويكون لها دخل ثابت قبل